والآن إلى آخر أخبار الرياضة. قدم أخبار الرياضة رجائي رمزي. تفضل رجائي. شكرا لكم مشاهدينا لهذه الوقفة الرياضية. أهلا بكم مجددا. البداية مع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني للمصارعة في اقتناص الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. استطاع كيشو تحقيق الفوز على لاعب روسيا وبطل العالم عام 2018 ليحرز الميدالية الأولى لمصر والعرب في المصارعة لهذه الدورة الأولمبية. كان محمد إبراهيم كيشو قد خسر أمام منافسه الأوكراني ناسيبوف بارسيف في منافسات وزن 67 كيلوغرام في الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدم 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو لينافس على الميدالية البرونزية. بعد تتويجه ببرونزية طوكيو 2020 نستعرض معكم أبرز إنجازات البطل الأولمبي محمد إبراهيم في العرض المعلوماتي. يلتقي غدا المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الفرنسي في دور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية. كان منتخب الفراعنة قد تأهل للمربع الذهبي عقب فوزه على ألمانيا في الدور ربع النهائي هذا، وسيلتقي الفائز من مباراة الغد مع الفائز في مواجهة نصف النهائي الآخر التي ستجمع ما بين الدنمارك وإسبانيا. قبل المواجهة المرتقبة غدا للفراعنة أمام الديوك الفرنسية نستعرض معكم إنجازات كرة اليد العالمية والدولية. هذه الوقفة الرياضية، عودة إلى الزملاء مرة أخرى. إليكم شكرا جزيلا لك رجائي.